هذا النهار ما زال غامضاً كالزواج تماماً. والشيخة أتت باختراع يزيد الغموض ويتوقع صحة نسل العروسين. أعرفكم بنفسي شيخة ربيعي من سلطنة عمان، معلمة وحاصلة على شهادات في الذكاء الاصطناعي. إلهام الفكرة بدأ من طالبة معي في الصف جيدة المستوى، كانت كثيرة الغياب عن الصف، كان بسبب إصابتها بمرض وراثي وبقاها في المستشفى هي وأمها. فاللي صار إنه بدأت أفكر في طريقة بالتقنيات الجديدة اللي موجودة معانا كيف ممكن نوصل لمرحلة تقليل من الأمراض الوراثية. فالفكرة هي عبارة عن نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج مجموعة توقعات قبل الزواج. هذا النظام بيكون معتمد على الماشين ليرنينج، بنحتاج لـ50 different variable مختلف عن from the family tree or the whole exome and genome. بعد تحليلها نطلع بإكويجن، هاي الإكويجن تعطينا التوقعات. فقبل الشخصين يقرروا الزواج احنا ممكن نتوقع لهم توقعات الزواج او الكيتس اللي بيحصلوا عليهم. هو جهاز ولا هو نظام ولا هو بيكون سوفت وير سيستم، والبرودكت هو انه بيعطيكي برسنتج معين انه يصير فيها مرض وراثي؟ يعني depends on your whole exome analysis، تحليلك انت وتحليل المراه ممكن يطلع لك توقعات. والله السنه دي بكل العمانيات صحيح Women in Science عن جد بعمان ها؟ لا بنفسه. ايه بنفسه عن جد. شوفي هي كفكره فكره جيده وامكانيه تطبيقها انا برايي ممكنه. عندنا أشكرك. سؤالين. اشكرك. واحد هل انت يس قادره يس على انك تطبقيها؟ يس. واثنين الفتره ايضا بعد يس. الفتره بعد يس قبل ما تسمعي السؤال. والفتره اللي هي 3 شهور هل هي قابلة للتنفيذ ولا لا؟ فيعني أنا أشوفي عادة بحب أبقى في السيف سايد ف نو no. لكن معاكي حراهن عليكي وحأعطيكي صوتي. ريلي؟ ثانك يو. ريلي؟ شكرا. لكن حيبقى فاضل لك لسه صوت كمان لازم تأمنيه مع حد من زمايلي. إن شاء الله. دكتور فؤاد أو دكتور خالد. إن شاء الله. تحبي تروحي لمين؟ شفت الدكتور فؤاد. تروحي للدكتور فؤاد بتقولي له ان انا بسلم عليه ان شاء الله، بقول له يكون يعني حنين معك ان شاء الله. بروفيسور عبد الحميد يسلم عليك ويقول لك كن حنين معك. اوكي وصل السلام والتوصيه مرفوضه لانه انا حنين مع الكل. اوكي مزبوط؟ ايه صحيح صحيح. طيب يا شيخه شو هو اختراعك؟ الآلية استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع التوقعات، هذا الشيء موجود يعني أنا ماني أبتكر فيه. أوكي هيدي الأريا أوف ريسيرش، أنت حابة تغوصي بهالمحيط. إيه. شو الأي تي؟ شو السمكة تبعك؟ بالمحيط في سمك. الاختراع اكزاكتلي أنه في السوفت وير هذا أستخدم المشين ليرنينج على أساس أصنع إكويجن، هذه الإكويجن تخدمنا في صنع الريزلت أو التوقعات اللي بتكون مبنية عليها. ما جاوبت سؤالك ولا لا يعني. ما عندك عن جوابي ولا سؤال شيخة ما عندك اختراع أنا بعتذر منك تمام شكرا مرحبا شيخة كيف الحال؟ الحمد لله طيبة الله يسلمك أنت داخلة في مجال تقول أنا بستخدم الذكاء الاصطناعي لتنبؤ الأمراض الوراثية صح؟ هل سمعتي عن IBM واتسون؟ سوري؟ IBM واتسون نعم هذه بحد ذاتها أنا أقول لك الضربة القاضية. IBM واتسون كان مسخر إلى diagnosis of diseases using artificial intelligence. لو كان قلتي لي نعم كنا ناقشتك فيه. أنا ما ممكن أدعي إن أنا ملمة بكل شيء، أنا ممكن أعترف مش كل بهذا شيء. الشيء. هذه 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 أساسيات. فللأسف I vote no. So two no one yes, which is no then.